طيب بيراميدز الناحيه الثانيه صداره جدول ترتيب الدوري الممتاز لحين يعني ما الاهلي يؤدي مباراه مؤجله. بيراميدز السنه دي غير بيراميدز السنه دي تحسه فرقه بطوله حقيقي. يعني هو دايما بيراميدز كان معودنا انه عنده تشكيله رائعه من اللاعبين, عنده مدربين رائعين, بس المره دي تحديدا تحس الفرقه تقلت. هو الفرقه تقلت برضه, خلي بالك هو عنده لعيبه كويسه برضه, يعني ما تيجي تبص تلاقي عنده على الاقل اربع خمس عناصر في المنتخب, وبعدين عنده كابتن ايهاب برضه في استقرار. في النهارده برضه مجلس اداره بيؤازر الكابتن ايهاب حتى لو في خساره تعادل بيؤازره كويس جدا. اللعيبه عندها دوافع, اللعيبه عندها دوافع, خلي بالك اللعيبه عندها دوافع, يعني تبقى في مربع ذهبي وتلعب البطوله الكونفدراليه ولا بطوله الابطال دي برضه بيبقى عندها دوافع كويسه جدا, لان اللعيب من خلال الحاجات دي, من خلال الحاجات دي اللعيب بيبتدي يتعرف واللعيب يبقى ليه تقل فني. النهارده التقل الفني برضه بيديله النهارده رؤيه اعلاميه كويسه جدا, النهارده الناس بتتكلم عليه, النهارده بينضم لمنتخب مصر. كل هذه الامور انا شايف بيراميدز من الفرق طبعا الكويسه, يعني فرقه كويسه, ولكن طبعا الاهلي والزمالك لسه ليهم ماتشات باقيه, فطبعا هنشوف بعد كده ماتشات الاهلي والزمالك هتلعب, يبقى بيراميدز يبقى في المركز الاول, وانا واثق ان بيراميدز ممكن ان شاء الله يبقى في المربع الذهبي. في المربع الذهبي ولا ينافس الاهلي والزمالك؟ هيبقى في المربع الذهبي. دي اجابه ذكيه. في المربع الذهبي. في المربع الذهبي. ما هو مربع الذهبي يعني النهارده داخل برضه في الاربعه الاوائل. ما هو في فرق, احنا فاهمين في فرق. تنافس الاهلي والزمالك على الدوري ولا هتبقى موجود في المربع الذهبي وخلاص؟ لا تالت ورابع. لا انا يعني انا شخصيا بقول لا مش هينافس الاهلي والزمالك. طيب